النهارده حبايب قلبي هنعمل كريم جميل قوي 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 للعرق. انا كنت عاملاه قبل كده يعني كنت عاملاه بودر قبل كده بودره، بس في ناس كتيره قوي طلبت مني ان انا اعمله على هيئه كريم، لان هما مش في ناس ما تعرفش يعني تحط البودر ده، او بتحس ان هو هيقع على هدومها بقى وهتظبط الدنيا. هنعمله النهارده بطريقه جميله قوي قوي. بس ان شاء الله عايزه قبل ما اقول لكم هنعمل، او قبل ما اقول لكم الطريقه يعني، في قناتين معايا جمال قوي قوي عايزاكم تشجعوهم. معايا قناه يوميات ولا جاي. القناة دي جميلة قوي قوي، بتعمل روتينات تحفيزية وبتعمل بتخلي الواحد يجيله باور كده ويتشجع كده على الصبح، وبتصحى بدري وانا بقول لها صحيني بدري يا لولو. لولو دي حبيبة قلبي، وان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمها يا رب لانها طيبة، وبتتابع لي فيديوهاتي كلها. وقناة منوعات سما وكرمة، القناة دي جميلة قوي 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 برضو، صاحبتها ست محترمة جدا جدا وحبيبة قلبي. والقناتين دولت يا جماعة من احسن القنوات والله، اللي هم يعني بيتابعوني. طبعا في ناس كتيرة قوي قوي بتتابعني وانا عارفاهم كويس، كل اللي بيتابعني انا عارفاه بإذن الله. كل اللي بيتابعني هنزله كل يوم وهعرفكم عليه. كل اللي بيتابعوني وكل اللي بيشاهدوا لي فيديوهاتي وكل اللي بيتفاعلوا معايا بيقولوش تعليقات خارجة او تعليقات محظورة، وبيقولوا لي تعليقات داخل الفيديو نفسه. في ناس بتدخل تقول لي تسلم ايدك من غير حتى ما تتفرج ولا على دقيقة حتى، وانا عارفاهم كويس طبعا. كل ده بيظهر عندنا وكل ده اليوتيوب طبعا بيعرفهولنا. فانا بحيي القناتين دول جدا، وقناتين امبارح طبعا جدا جدا، وكل يوم ان شاء الله هقول لكم على قناتين. ان شاء الله كلنا نشجع بعض كده، وكلنا ان شاء الله ما نيأس ولا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. انا اول يا جماعة ما دخلت اليوتيوب كان عندي طبعا معلومات كتيرة جدا كنت عايزة ان انا افيد الناس بيها، قررت ان انا ادخل اقول. بس جيت في بعد فتره كده من دخول اليوتيوب حسيت ان انا يأست، حسيت ان انا خلاص مش هكمل. لقيت ام مريومه ربنا يخليها لي يا رب، اللي هي صاحبه قناه مطبخي هو سر بهجتي انا وبنتي، قالت لي على الواتس، قالت لي لا ما تيأسيش يا مريم كملي، لا ما تيأسيش. حسيت ان ربنا بعتها لي، وانا طبعا قلت لها حاضر هحاول. قالت لي لا ما تحاوليش، انت ما تيأسيش، انت انشري كل يوم وان شاء الله ربنا هيكرمك وبتاع. خلتني ادتني تشجيع كده خلتني استمر. جيت من اقول لكم بقى حصل حاجه حصلت معايا بسيطه كده. اول امبارح انا كنت مكسله جدا 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 عن عمال الفيديو يا حبايب خالص، قلبي عن عمال الفيديو ما كنتش هعمل اصلا، جالي حاله كسل كده وخمول، وبرضو يعني ممكن تكون معاها نسبه من اليأس كده. فلقيت سبحانك يا ربي، لقيت قناه عفاف في المطبخ فوفا حبيبه قلبي طبعا بعتلي رساله، واقسم بالله العظيم لوحدها كده انا قاعده ماسكه التليفون لقيت اشعار رساله جاي بتقول لي فين الناس الكسلانه اللي ما نشرتش الوصفه لحد دلوقتي. يعني بمعنى الرساله ان هي يعني مش عارفه، انا حسيت ان هي رساله من عند ربنا. هي كانت شافت الفيديو اساسا بتاعي وعلقت عليه ومفيش مشكله خالص، هي دخلت فجاه لوحدها كده كتبت لي الجمله دي. انا اتفاجئت والله العظيم، انا اتفاجئت. انا رديت عليها قلت لها ده انت شجعتيني فعلا بعد الجمله بتاعتها دي، انا قلت انا هقوم اصور دي رساله من عند ربنا. وفعلا واقسم بالله قمت صورت، وانا حاسه ان انا متفاجئه. يعني يوم ما يأست خالص في بدايه ما دخلت اليوتيوب لقيت ام مريم بتقول لي لا ما ينفعش وتشجعي، وهي جات لي كده اتعرفت عليها عن طريق الصدفه وبقينا حبايب جدا واصحاب جدا، جات لي عن طريق الصدفه من عند ربنا برضو. لما حسيت برضو اول امبارح ان انا بعض من اليأس كده وهكسل ومش هصور النهارده، ابص الاقي عفاف حبيبه قلبي برضو بعتالي رساله زي دي. طيب حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي لا، كل ما اجي ايأس او اقول لا الاقي في ناس بتدعمني، وفي ناس بتقول لي لا كملي، وفي ناس بتقول لي لا اعملي. وطبعا ربنا طبعا سبحانه وتعالى ما بيضيعش اجر من احسن عمله، وكلنا ان شاء الله باذن الله هنكبر سوا وهنعمل سوا، وربنا ان شاء الله معانا كلنا. ويلا بينا بقى عشان طولت عليكم معلش في الرغي ده، بس حبيت اقول لكم الكلمتين دول ضروري. هنعمل بقى وصفتنا بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبايب قلبي واجمل وردات قناه وملائكات مريم. النهارده حبايبي بقى هنعمل هو الكريم بتاعنا اللي قلت لكم عليه. الاول هنجيب كده علبه فاضيه، هي علبه عندنا طبعا انا بغلب عشان الاقي الاحجام دي، بس يعني في حد قريبي بيجيب لي والله الاحجام دي اهوت. هنجيب كده العلبه الفاضيه. هنعوز المكون الاساسي معانا هو الشابه، طبعا انا كنت عامله بيها قبل كده اللي هو البودر، بس في ناس قالت لي اعمله لنا كريم فانا هعمله لكم كريم النهارده. هنجيب تاني مكون معايا وهو اي كريم مرطب عندك، اي كريم بتستعمليه تمام، اي كريم مش شرط نيفيا يعني اي كريم ماشي حبيبتي. تالت حاجه معايا وهو عايزه زيت المسك الابيض، في ناس ممكن تحط زيت مسك احمر على فكره، بس انا عايزاه يبقى كله لون واحد، بلاش نحمر كده هيبقى لونه احمر.
لو عندك من ده تمام، اللي هو مسك، اللي هو المسك يعني من ده تمام. هنعوز، انا جبت بده صراحة زيت المسك، في منه احمر وفي منه كده، بس انا جبت الابيض احسن. هنعوز معانا شوية زيت نعناع، لو في زيت ورد يبقى ما فيش مشكلة، او زيت شجرة الشاي هناخد منه حبة، اللي عنده برضو، اللي مش عنده هيكتفي باي انواع من دي، او زيت ليمون هيبقى جميل قوي قوي، يا زيت نعناع يا زيت ليمون يا زيت ورد. تمام، انا هحط شوية من زيت النعناع، لان زيت النعناع هيفتح معايا المنطقة، وبرضو زيت الورد هيفتح المنطقة، خلي بالكم هيفتح المنطقة جدا، وهيمنع ريحة العرق، وهيخلي ريحة العرق، طبعا العرق ده طبيعي من عند ربنا، احنا مش هنمنعه، لازم يخرج. طبعا احنا كمان في فصل الشتاء، فمش بنعرق قوي، بس في ناس جسمها بيفرز عرق على طول، سواء صيف او شتاء، يعني الغدد شغالة ما شاء الله، فاحنا بنحاول ان احنا ايه، نخلي العرق ده يبقى ريحته جميلة. هناخد الاول معايا كده الشابة بتاعتنا، كمية بقى اللي احنا عايزينها اهو، هي لازم تكون ناعمة على فكرة، ناعمة قوي، ممكن تنجاب مسك، ممكن تنجاب حجر من عند العطار واحنا نضربها، بس انا بفضل اجيبها بودرة احسن، بس انا جايباها ناعمة جدا ما شاء الله عليها، يعني يعني مش عايزاها كتير قوي كده يعني. تمام، انا خدت منها معلقتين اهو، على قد يعني، اللي عايز بقى يعمل. ونسيت اقول لكم، لو عندك حجر مسك زي ده او مكعب مسك، ممكن تبشري منه بمبشره صغيره زي دي كده، هتبشري منه حبه وتحطيهم هنا وتدوبيهم الاول في شويه ميه ورد، وبعدين تلخبطيهم هنا. بس انا بقول يعني ايه، نختصر الطريق، هو ده برضو ممكن يمشي معانا، اللي عنده ده ماشي مفيش مشكله. وبعدين هناخد من هنا اي معلقه بقى من اي كريم عندنا، اي كريم، مش بحدد بقى يكون كريم اسمه كذا ولا اسمه كذا، لا انا عايزه اي كريم معايا، ناخد منه كده على قد الشابه اللي احنا حطيناها. مش حبيب قلبي، هنيجي بقى عند المسك نحط منه حبه برضو، انا لسه شارياه، انا بعمل الوصفات دي على طول، مش بشتري مزيل عرق من بره، كنت الاول بشتريه، وكنت الاول بس طبعا قريت عنه ان هو له اضرار كتيره قوي، وبيسمر تحت الباط وبيسمر والحاجات دي كلها، لا طبعا احنا مش عايزين كده. عايزه اقول لكم ان المسك ريحته خطيره، وحياه ربنا جميل جميل يعني، اهوت اي ام سوري، لازم تقع يعني، اهوت ما شاء الله، هو ساعد معايا كمان في عجن الخلطه. نعجنها كده كويس، نحط الاول حبه زيت نعناع، انا ممكن تحطوا زيت الورد زي ما قلت لكم اهو، حطيت حبه صغيرين قوي يعني، ونبتدي بقى ايه، نقلبهم كويس قوي قوي مع بعض. والله هما دابوا اصلا بسرعه خالص جدا اهو، خلاص كده بصوا بقى كريمي خالص اهوت. عايزه اقول لكم بقى ان ريحته تحفه، عايزه تحطي اي زيت برفن انت بتحبيه، بس يكون زيت، بلاش يكون بتاع ده ريحه من العاديه دي طبعا، عشان مش هتثبت معانا، بس انا بفضل المسك طبعا احلى اهو. يا حبايبي كده بقى كريم اهوت، يبقى احنا عملنا كريم منه هيضيع ريحه العرق خالص، ومنه هيفتح معانا المنطقه، ومنه هيرطبها، لانه دخله حاجات كتيره طبعا، دخله هنا، لو عندكيش برضو ممكن ينفع زيت الورد زي ما قلت لك، اي زيت عندك يمشي. ماشي حبيبتي، وان شاء الله باذن الله الكريم ده جميل قوي قوي. بس يتحط ازاي بقى؟ ازاي بقى يا حبيبتي، يتحط الاول، يبقى البشره نظيفه كده وخاليه من اي حاجه، تكوني غاسله كده كويس ومنشفه كويس، وينفع للشباب على فكره برضو. وناخد منه بطرف ايدينا كده حته كده صغيره، وندهن كده بيها، جميل جدا جدا، وعايزه اقول لك ان ريحته جميله قوي قوي، وبيغيب يعني، هتقعدي 3 4 ايام ما تحطيش اي حاجه، وريحته جميله جدا يعني. ان انا عامل شغل مع المسك، مع عاملين شغل طبعا جميل، ممكن نحط زيت الورد، ممكن نحط اي زيت مع اي كريم مرطب عندنا. الوصفه دي جميله قوي قوي قوي، وهتفتح المنطقه وهتبيضها كده وتنعمها وتخليها رطبه، ومش هتمنع برضو ان العرق يطلع، لان العرق ده طبيعي، احنا مش عايزين حاجه تمنع العرق خالص، احنا عايزين حاجه تمنع ريحه العرق. في فرق بين ان احنا نمنع العرق، دي حاجه طبعا مستحيله، انت كده عايزه تسدي المسام وده غلط، احنا عايزين نعمل وصفه منها تطلع العرق بتاعنا طبيعي ويبقى ريحته حلوه، يعني هتعرقي. وكمان عايزه اقول لك حاجه، زيت النعناع ده هيمنع يعني، هيقلل من ظهور الشعر، او زيت الورد
احنا طبعا عارفين الكلام ده كويس. زيت الورد ده بيقلل من ظهور الشعر بعد ما نكون مثلا عاملين سويت او شايلين الشعر باي طريقه، ونيجي نحط من الوصفه دي لو سواء بقى فيها زيت نعناع او زيت شجره الشاي او زيت الورد، هيمنع هيقلل ظهور الشعر بعد كده، هيطلع معانا خفيف مره خفيف مره خفيف لحد ما يختفي خالص. الوصفه دي يعني تعتبر 3 في 1، مرطبه ومنعمه وتمنع ريحه العرق وبتمنع ظهور الشعر بعد كده مع الاستمرار طبعا في الاستعمال. فهي والشابة معروف عنها ان هي جميلة قوي، وفي ناس بتستعملها من سنين وفي ناس بتستعملها لوحدها زي ما انا قلت لكم قبل كده، بس احنا مش عايزين. وفي ناس بتعملها البودر اللي انا عملتها برضو مرة، بس احنا ايه بنقول ان هي تبقى كريم افضل، في ناس يعني بتحبها كريم احسن. ان شاء الله باذن الله تكون عجبتكم يا حبايب قلبي، وما تنسوش بقى اللايك اهم حاجه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللي ما بيوصلوش مني اشعارات يلغي الاشتراك ويعمله تاني ويفعل الجرس من تاني. ويا رب تكون وصفتي عجبتكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.